في مثل يقول لك لو فاتك البحر سنين ما تهتوش يوم، فممكن اليوم اللي احنا ما نجيش فيه ده تكون الدنيا شغاله، ولكن هو الصيد بصفه عامه في الاخر ارزاق. يا صلاه النبي ما شاء الله. امسك بقى كده. اول استفتاح ده يا جماعه بعد ما قعدنا كده حوالي نص ساعه، دي شرغوشه اهي داخله لطش. ها نسيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، والله يصلح حالنا جميعا. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. النهارده والله انا طالع ان شاء الله على السلسلة انا واخويا صبري الحضراوي، طبعا احنا بعد العصر حاليا تقريبا الساعة دلوقتي 3:30، ومعانا اخونا ايه؟ ميدو خليل. الفايدة اللي في الفيديو ان شاء الله ان انا هنعرض لكم أكتر من طريقة، يعني بالفطرة كده هنشوف الحضراوي هيشتغل بإيه؟ ميدو هيشتغل بايه وانا هنشتغل بايه. السمك ده طبعا رزق بتاع ربنا، مهما كنت انت محترف او على قدك، رزقك في السمك ده ملوش علاقه باحترافك او ابتدائك في الصيد. طبعا احنا بنقرا سوره الكهف انا واخويا ميدو، فمتعشمين في الله. اخوكم ميدو يقول ايه كلمه كده عن سوره الكهف يوم الجمعه باذن الله. اتفضل يا ميدو. معلش قولها كده هم هيسمعوا الصوت لحد ما نقابل الحضراوي وهنطلعك معانا ان شاء الله حبيبي. قال صلى الله عليه وسلم: سورة الكهف تضيء ما بين الجمعتين. فنذكر بعضنا وإياكم اللي احنا إن شاء الله كل واحد لازم يلتزم بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. سورة الكهف يا جماعة بتتقرأ من مغرب الخميس لحد مغرب الجمعة، وجزاكم الله كل خير. الله كريم يا شباب، احنا داخلين على الحضراوة اهو، ده الدولي بتاع 45 إن شاء الله. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرزقنا سمك عشان نوصل لكم المعلومة ونمتعكم بمنظر السمكة وهي طالعة. خليكم معانا متعشمين في الله انه يبقى فيديو كويس حبايبنا. احنا داخلين على الحضراوه اهو يا جماعه، حضراوه باشا اللعيب بتاع التعوق اهو. شافنا اهو حضراوي. عامل ايه يا حضراوي؟ ازيك يا حبيبي؟ عم صبري الله يحفظك. يلا عشان ما نضيعوش وقت. تعالى هنا. طب ايه نحط الحاجه دي ورا ولا ما ايه هنا اهو. تعالى وصل معانا اهو يا جماعه ان شاء الله. احنا طالعين على السلسله باذن الله. قول كلمه لحبايبك عشان تحضرهم ان شاء الله. ربنا سهل يا جماعه، احنا طالعين على السلسله باذن الله، مستهدفين الدنيس باذن الله. ربنا سهل الحال ان شاء الله، وتابعونا ان شاء الله عند اخونا وحبيبنا سامح حوار. الرزق بتاع ربنا زي ما قلنا، انا هخلو الموضوع كده بالفطره، نشوفه هو هيشتغل بايه وميدو هيشتغل ازاي وانا هنشتغل ازاي، بحيث ان احنا نطلع معلومه في وسط الفيديو يبقى فيها استفاده. حتى لو الفيديو ربنا ما عرضش في سمك، لان احنا قلنا السمك رزق، يبقى ايه في معلومه مفيده تهم الناس. خليكم معانا. صور بقى فيديو، صور ميدو خليل بعد اذنك حبيبي. طبعا معانا الجندي المجهول اخونا وحبيبنا المحترم ميدو خليل. ايه بقى يا باشا؟ يحيى والله، الله يكرمك يا استاذ. نورنا عم ميدو. اخويا الكبير ابو يحيى والله. منورنا يا ميدو. ازيك يا عم صبري؟ منورنا يا عم صبري والله. حبيبي يا ميدو والله. حبيبي يا حاج والله. خليكم معانا شباب. خليهم معايا في فين؟ في الفيديو يعني ولا يروحوا بره؟ خليهم معايا في الفيديو. وها قد وصلنا الى ستانلي يا مسهل. طريق زحمه يا جماعه والله، ضاع مننا ياما في الوقت. يمكن بين 4:30 دلوقتي، مش متخيل الساعه كام يعني. بس اتاخرنا فعلا الحمد لله. ستانلي اهو. ماشي يا رجاله اتفضلوا. اتفضل يا اخويا معلش. الإشارة وهكذا وقفنا. اضرب صلى على النبي، صلى على النبي، صلي. ايوه يا صيادين. والله يا احمد انا بس انت اللي غلطان. بص يا سامي، المشروع دلوقتي لما نيجي نتكلم. استنى يا عم، استنى الشرب بتاعتك لسه. خربان يا عم صبري. في سمك يالا. صورت لك بقى ايه؟ صورت كل اللي كان احنا بنقول ده عم صبري؟ ها؟ كل اللي كان احنا بنقول ده كله طلع في الشارع. خربانة صيادين يا عم صبري. طبعا تقريبا اول واحد جاهز فينا يا جماعه ميدو. ميدو انت هتشتغل بايه؟ بعقر الملح ان شاء الله. عقر الملح ماشي. يبقى كده انا وميدو تقريبا هيبقى
اغلبيه الشغل معانا عقر مملح. اه السنار اللي معاك كام يا حبيبي؟ ده سنار 5. 5 مستاء. اه 5 مستاء. السنار ده عادي يا جماعه على فكره. آه. مش بتاع بحر ولا حاجه يعني، هو 5 عادي بس النار جميل برضو ان شاء الله وهيشتغل يعني. مرمل ب 25. 25 رمال اساس 40. 40 حداف. الحداف حاطط رصاصتين رقم 2. هو هيشتغل تشويح يا جماعه رقم 4 بس عشان معهوش رصاصه رقم 4 هيشتغل برصاصتين 2 بس تقريبا دول هيخشوا في 80 جرام تقريبا. اه وحاطط بينهم ماشي جلد فوسفور عشان خاطر الرصاصتين لما بيخبطوا في بعض بيسدوا بعض. الله كريم. طب بعد اذنك كده ميدو خد بقى انا كده ماشي. الحضراوي كده برضو جاهز يا جماعه العده بتاعته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه احنا في سلسله اوقات باذن الله ان شاء الله هنشتغل. انا هشتغل على ابو جراب. هشتغل على ابو جراب ماشي. يبقى كده يا جماعه بعد اذنك حضراوي انا اسف على قطع الكلام كده هيبقى معانا كده دي تاني طعم ميه معانا النهارده. ابو جراب وعقر الملح. ابو جراب يا جماعه. ابو جراب يا جماعه طعم ميه من طعم ميه الصياده. طعم ميه الصياده ماشي. هو سبحان الله بيبقى في الجراب ده كده. بص عامل ازاي الجراب اهو. هو اهو الطعميه تبقى جوه كده ماشي. دي الدوده. دي الدوده. تمام. الدوده ايه لازم تتك عليها من دماغها هي تطلع من ورا يعني. حتى هي طالعه بحالها اهي بس لازم تزقها تطلعها من ورا اهي. ادي الدوده اهي يا جماعه. يبقى دي تاني طعميه معانا النهارده. الدوده اهي ابو جراب ماشي. ماشي هتشتغل حداف برضه حضراوي. حداف دي رصاصه 6 يا جماعه تقريبا وزنها هيبقى 70 جرام ماشي. ماشي والصنار 6 معايا. معاك 6؟ اه الصنار 6. بعد اذنك كده حضراوي. اه بس ب 2 راجع من ورا. الصنار الحضراوي 6 ملوي ب 2 راجع بحلقه. اه ماشي جميل. شعر 25. 25 برضه الشعر. شعر 25 تحت. ايوه ماشي. وفوق اللي هو ايه ال 50. فوق ال 50. ربنا سهل بقى باذن الله نجيب حاجه احنا وربنا. الله كريم يا جماعه. ايوه. تشويح برضه حضراوي انت حداف. ها ماشي. بالنسبه لي انا يا جماعه ان شاء الله هنشتغل برضه ايه في اللي حره. يعني هنبدا بعيار كده ان شاء الله 2 متر ونص او 3 هنزود او هنطلع ان شاء الله. لو ضربت حاجه هنقول لكم العيار اللي انا واخد عليها السبعه. طبعا احنا كده هنشتغل في السنار اللي معايا انا هنشتغل ب7 برضه هنشتغل زي ميدو ايه عقر الملح برضه. احنا معانا عقر الملح ومصراع وميدو جاب دود ارض والحضراوي جاب ايه دوده جراب. الله كريم يا شباب احنا اتاخرنا لو انتم شايفين الشمس بتغرب اهي. نزل كميد الشمس. احنا كنا متعشمين في الله ان احنا نيجي بدري شويه ساعه او اكتر من ساعه بس قدر الله ما شاء فعل. ربنا المستعان يا شباب خليكم معانا. اول استفتاح ده يا جماعه بعد ما قعدنا كده حوالي نص ساعه. دي شرغوشه اهي داخله لطش. هي تقريبا كانت بتاكل على صنار و ضربتها راح السنار الثاني جاب. الله كريم يا شباب تحياتي ليكم احلى ناس. ميدو اهو يا جماعه برضو ايه يعني ده عمال يضرب مكرونه قد الصوبع كده من بدري فدي يعني لا. تعتبر اول ايه شرغوشه عدله اللي هي الكحله دي. الطعم ايه اللي واكل عليه ده ميدو؟ دود بلدي. دود ارض يا جماعه. دود بلدي يا جماعه. ميدو خليل في اي حته يصطاد ينزل بعيد في المحموديه. يا عيني يا عيني. 77 الكلام. احلى مسا اللي فهمها وانشرها حبيبي يا ميدو. وعم صبري حضراوي. يا حضراوي يا جماعه. حضراوي اهو على البركه اهو تستفتح اهو يا كريم يا رب. استفتحنا حلو برضو ان شاء الله يعني. مرمره يا جماعه. على ايه يا حضراوي؟ على الدود ابو جراب. على ابو جراب يا كريم يا رب. يا مساء الحلال. ماشي. يبقى احنا كده معانا شرغوش وكحله ومرمار. يا مساء الحلال. الله كريم الله كريم. ايوه يا ميدو حلاوتك يا ميدو. صلاة النبي عليك يا ميدو. عايزين بقى الكبير ان شاء الله اكبر من كده ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. حط على ايدك كده بعد اذنك يا حاج ميدو. الطعم ايه يا حبيبي؟ الطعم ربنا يبارك له عم صبري. طعم سحناتك عم صبري. ابو جراب. ابو جراب كده ضرب حتتين يا جماعه. الله كريم الله كريم. الله تخرج باذن الله. يا كريم يا رب. بنقول لك يا ميدو ضربت وانت رديت عليها ولا شكمت نفسها؟ تمام ماشي. ميدو اهو يا جماعه اصطاد لنا تعبان. طبعا التعبان دوت يعني طعميه جميله يعني. والله؟ ايوه والله.
طعميه جميله جدا، بس عايزه بقى لوت وبتاعه، عايزه اللي يرمي يقعد لها هي. خد يا عمي ده تعبان تاني يا ميدو، هيعمل يجيب لنا في طعمه اهو يا جدعان. صلاه النبي عليك يا ميدو، حلاوتك وحلاوه التعبيه. يلا الله كريم، احلى ميدو. الطعم ايه؟ ابو جراء سيبه. طبعا الجديد معانا كده سبحان الله، الصناره عمرها ما حصلت كلت طعم ميدو وراحت واخده على داخله على الحضراوي كمان. والله يا جماعه والله العظيم اهو النار بتاعنا اهو. خد شاك حضراوي. طبعا احنا جايبين كوبايتين شاي برضو هنا كده. سبحان الله ميدو، سبحان الله. طلع على السنار بتاع سامح. ايوه. وراحت داخله على سنار عم صبره وفلاح. داخله عم صبره. مش راضيه تسكت. سبحان الله، سبحان الله. ادي اغرب حاجه في الفيديو يا جماعه، ده رامي في مكان وده رامي في مكان. ايوه والله العظيم. يا ربنا. خلاص بقى واحد ياخد الديل والتاني ياخد الحنكوش. سلام. جابوا لنا اخطبوط صغير اهو. يا صلاة النبي. ما شاء الله. امسك. صورني ولا لا؟ اوه ده بلحها منك يا النار كده سلكت، بس ايدي انا بقى ما سلكتش. فين بقى ال سلكت؟ انت مطلعني في الكاميرا ولا لا؟ لا. حط فين؟ يلا الله يبارك في رزقك يا رب. استنى بقى. اسم الكريم ايه؟ محمد. عاش لأسامة حمام. والاخ؟ محمد الكبير. اهلا وسهلا محمد. ماشي يا حبيبي. امسك. حفلة ايه على ميدو ان شاء الله. الله يزيد رزقه يا رب. واحنا طبعا في سمك صغير كتير يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. مرمار برضو. ودينيس تفش. وريني ده تفش مش مرمار، ده هي حاجه اه. بص بقول تحت الزق. ايوه. طب الناس بقى ترد علينا الناس. اه ده سؤال الحلقه النهارده يا جماعه. ايوه. اكتبوا لنا نوع السمكه دي. اكتبوا لنا نوع السمكه ايه يا جماعه زي ما ميدو قال. تعالى يا حضراوي. لا خليها بقى. حاجة زي الشفش قصدك؟ لا. شفش ولا تفش؟ لا ده التفش. الشفش حاجة تانية، الشفش بيبقى لتحت. مرمار يا عم مرمار. مرمار يا جدعان مرمار. مرمار يا جماعة ده. حضراوي قال مرمار. ده مرمار ده يا جماعة. الشفش. ماشي المهم حاجة حلوة يعني وخلاص. ده مرمار يا جماعة أهو. يا عم الله كريم. تعالى ورا كده عشان ما تقعش بس. نشرحوا للناس المرمار أهو يا جماعة. مرمار أهو مخطط أهو. جدع حضراوي يلا خير. طب استرها بقى، استرها بقى الله يسترك. استر. يلا الله كريم، الله كريم يا شباب. هو ميدو ما شاء الله ليه رزق النهارده على البركه اهو. يا كريم يا رب. اهو غير لنا اللون، غير لنا اللون خالص يعني. شرقوشه حلوه اهيت، معقوله يعني. الله كريم. طبعا هو ميدو بطل حلقه النهارده ان شاء الله. انا والحضراوي والدنيا مش ظابطه معاه. الله كريم، الحمد لله رب العالمين. الله كريم. طبعا الحضراوي هو جاب سمكه يعني. بص مش عايز نقول لكم قد ايه، سمكه صغيره خالص. الفكره اللي انا عايز نقوله ان ده مش عيب صياد، هي عيب البيئه اللي احنا قاعدين فيها يعني. حط كده حضراوي السمكه على صبعك مثلا. ناس صغيره خالص شايفين يا جماعه. ده يعني هو كويس ان هو اصلا حس بيها يعني. ده اللي انا عايز نقوله يعني. بس عشان نرميها في المايه تاني عند سنه. ماشي. حفاظا على الثروه السمكيه. يلا على الله بس. الناس تعمل زينا. مع السلامه. ابعتي لابوكي. الطعم ايه يا ميدو؟ طعم بلدي. طعم بلدي، دود ارض. دود ارض بتاعنا الله يبارك. سمعت معاك يا ميدو؟ ايوه. الحمد لله.
الحمد لله. تمام يا جماعه، ان شاء الله دي كده نهايه الفيديو بتاعنا. يعني هي كانت الحصيله بتاعتنا بالنسبه لميدو لا باس. انا خدت شرغوش، الحضراوي خد مرمره، ميدو بقى ولعها بقى، جاب لنا طعم بقى والدنيا حلوه. يعني المهم في الاختصار يعني ان السلسله هو مصيد كويس بس مصيد اسري. كنا حابين نقعد فتره طويله هنا عشان نعرف نحكم على المصيد كويس، ولكن البحر نفسه ما يتحكمش عليه، لان البحر يوم كده ويوم كده. يعني في مثل يقول لك لو فاتك البحر سنين ما تهتوش يوم، فممكن اليوم اللي احنا ما نجيش فيه ده تكون الدنيا شغاله. ولكن هو الصيد بصفه عامه في الاخر ارزاق، وده ان شاء الله هيبقى عنوان الفيديو بتاع النهارده، ان الصيد ارزاق. الصيد ارزاق في السلسله. عايز اقول حاجه حضراوي المشاهدين الكرام المحترمين؟ والله المشاهدين احسن مشاهدين، بس انا عاوز اقول حاجه يا جماعه، الصيد في البحر عامه يعني كله يعني والامر عاليه كده، هات الامر كده فوق معلش. تعالى بقى عليا. الامر دي يا جماعه بتعمل في البحر المرو، المرو ده يعني ايه؟ يعني بتكبر الطعميه، بتخوف السمك. السمكه بتخاف منها، بتبقى هايده في كل حته. السمكه بتبقى هايده بس في مكان يعني. فانصح يعني اي حد هيجي يصطاد في السلسله عامه، يعني السلسله بالذات يعني هي عايز السلسله من اثنين ورايح، من اثنين وثلاثه واربعه، الثلاث شهرين دول بيبقوا حلوين جدا فيه. وهو غير كده وكده يعني الشط حلو جدا والقعده حلوه كمتعه يعني اسريه زي ما بيقول الاستاذ سامح 10 على 10. ده اختصار برضو الفيديو اللي فات يا جماعه، نبقى نرجع فيه وان شاء الله هنسيب برضو في الوصف اكتر من فيديو كده تعليمي، واكتر روابط قنوات الصيد ان شاء الله. ده برضو اختصار الكلام ده نفسه احنا قلناه المره اللي فاتت، ان يعني برضو نرجع لنفس الكلمه، السلسله مصيد اسري محترم، ان انت تقعد انت وعيالك انت واسرتك. طبعا مش عايزين ننسى الجندي المجهول قبل ما ننهي الفيديو، اخونا المحترم ميدو خليل كان بطل النهارده ان شاء الله. الله يسلمك. هتقول حاجه لجمهورنا عم ميدو؟ الصيد ارزاق، الصيد ارزاق بدليل النهارده الحمد لله. يلا يا جماعه ان شاء الله دي نهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.